أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الوطني رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف نخبة من رجال الأعمال المتميزة، اخترنا لكم اليوم السيد مهران إبراهيم، المؤسس والمالك لشركة ECT Aviation Support. سمهران نورتنا بداية، نورت برنامج رواد الأعمال. حابين نتعرف عنك ونعرف السادة المشاهدين عن شخصك الكريم. أنا مهران إبراهيم مهران، مهندس طيران، شغالين في مجال التريننج ومجال المينتنانس، خريج الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران في مصر في القاهرة. اتنقلنا اشتغلنا في عندنا بيزنس في تركيا وفي مالطا وفي رومانيا، وريسنتلي فتحنا في فرع في الإمارات. تمام. تقريبا بقالنا 4 سنين. تمام ما شاء الله، يعني خبرة طويلة في مجال البيزنس وفي مجال أيضا الطيران. حابين أيضا نتعرف عن الخدمات اللي بتقدموها في ECT Aviation Support لجميع العملاء أو لجميع أيضا الطلاب إذا حسب ما فهمت. إحنا أصلا شركة ابتدينا كشركة تريننج. شركة تريننج لي كل ما هو يعمل في مجال الطيران، التكنيكال سايد للإنجينيرز، التكنيشنز، الميكانيك. الناس دي عشان تشتغل في مجال الطيران لازم تمر بتدريب عملي وبتدريب نظري. تمام. ولازم يبقى من خلال organization في مجال الطيران اسمها 147 approved organization، سواء كانت إيازا أو كارك أو whatever. فإحنا اللي مسؤولين إن إحنا نخلي الناس دي certifying staff من خلال البروجرام أو التريننج اللي إحنا بنعمله. ممتاز. طبعا في ظل المنافسة الموجودة في جميع أنحاء العالم، ما بدنا نحكي بس على دولة الإمارات، ظل المنافسة الموجودة دائما لازم يكون عندك شيء وتاتش مميز تختلف فيه عن باقي المنافسين. شو المميز عندكم في ECT عن باقي المنافسين الموجودين في السوق؟ احنا مبدئيا احنا سيستر كومباني لشركة اسمها أفيت، هي مقرها مالطا. مالطا دي دولة من دول الاتحاد الأوروبي. الستاندر يعني عالي فوق ما تتخيل، ان احنا لازم بيتعمل علينا اوديتس كل 6 شهور تقريبا في جميع الفروع بتاع الشركة على مستوى العالم. امتحاناتنا كلها يعني مونيتور ومراقبة، وفي نفس الوقت الماتيريال بتاعتنا برضو هاي ستاندر، يعني معمولة سبيشاليست للتريننج. ده اللي ميزنا في الفترة اللي احنا فيها دي، اللي احنا شركة أوروبية إيازا بتفولو الإيازا ستاندر، وفي نفس الوقت امتحاناتنا مش سهلة برضو. فده اللي خلانا ايه، اللي خلانا وفي نفس الوقت بنتعامل الحمد لله مع الشركات الكبيرة كلها. يعني بي تو سي بالنسبة لنا هو شغالين للإنديفيديولز، بس معظم شغلنا للشركات خطوط الطيران العالمية في جوه الإمارات وفي الخليج. ممتاز. حابين نتعرف عن الهدف والرؤية المستقبلية اللي راسمها حضرتك الأستاذ مهران، وأيضا الرؤية والهدف لـ ECT. احنا ابتدينا هنا بقالنا 4 سنين، وصدقاً كان في دعم يعتبر من الدولة، خاصة أيام الكورونا. أيام الكورونا كانت فترة صعبة، ولقينا دعم مميز من الدولة. حتى هنا الإيجارات كان عاملوا لها هولد كده تقريبا 6 شهور. احنا رؤيتنا زي ما احنا ابتدينا الأول، ابتدينا في مجال التريننج الـ 147 من 4 سنين، وجينا من سنتين ابتدينا الـ 145. 145 means ان هي maintenance sectors، وبرضو فتحنا ستيشن في مجال صيانة الطائرات كخطوة أولية. ابتدينا باللاين مينتنانس، دي حاجه يعني لاين مينتنانس بعد الانسبكشن او المينتنانس اللي بتتعمل على اللاين. وان شاء الله مستقبليا بنفكر ان احنا نبدا نعمل بيز مينتنانس او الهيفي مينتنانس، يكون عندنا هانجر او ورك شوب نبدا نعمل فيها الهيفي مينتنانس. طبعا بتمنى لكم دائما النجاح والتوفيق يا رب. بما أنه نحن في دولة الإمارات، لازم نتكلم عن دولة الإمارات، نتكلم عن الأمن والأمان الموجود في دولة الإمارات. كيف ممكن يساعد الأمن والأمان في الدولة على استقطاب مستثمرين من خارج الدولة، على حتى استقرار السوق اللي موجود هون في الدولة؟ طبعا ديفينيتلي الموضوع أساسا بدأ وإحنا بنفكر في دولة الإمارات. فكرنا في إن إحنا يكون لنا هب قوي نبدأ نشتغل من خلاله للدول التانية.
فطبعا كان بكل أريحية إن هي طبعا دولة الإمارات عندهم تسهيلات، مفيش بيروقراطية دلوقتي، الحكومة الرقمية، المعاملات كلها رقمية، معدل الأمن والأمان من الدول الأولانية تقريبا، الأولى أو الثانية على مستوى العالم، مستوى التعليم فيها قوي جدا. صحيح. وده اللي خلانا نجحنا في الـ في الـ في الـ في الميشنز بتاعتنا هنا. بالنسبه للمستثمرين، انت ممكن تيجي النهارده تفتح شركه في اقل من 3 ايام، تستلم السجل التجاري وكل اللايسنس، كل الورق المطلوب من خلالها. ده كل دي تسهيلات، يعني مفيش اي عائق من عوائق الاستثمار في الدوله الصراحه. صحيح يعني. طبعا، وده مشجعه جدا جدا، ان انت لو بتبدا بيزنس بتفكر في بيزنس تاني وتالت وتعمل جرو وتنتال وكل ده، خاصه ان هي هب بالنسبه لجميع الشركات. بالظبط، يعني جميع الشركات ممكن تلاقي كل الشركات هنا ليهم فروع في الامارات، فده سهل في التعامل، اللي انت يعني ملعب، انت صح. في الملعب اوريدي. صحيح. طبعا حابين نتشكرك على ظهورك معنا اليوم، وقبل ما ننهي الحلقه حابين ناخذ منك كيفيه الوصول والتواصل لاي سي تي. احنا عندنا الفرع الاساسي في شارجة اكسبو سنتر، وده قريب جدا من حدود دبي، وبرضه في نفس الوقت هو موجود في اطراف الشارقة. الميزة في اللوكيشن ان هو بعيد عن الراش اور يعتبر. صحيح. العكس يعني، ان احنا معظم شغلنا بيبقى بعد الوركينج دايز، فده بيبقى بالعكس، في عكس الراش اور. يعني لو انت جاي بتيجي بأريحية من دبي وانت راجع بتبقى راجع برضو الراش اور. عندنا طبعا اللينكد ان بتاعنا، صفحة على اللينكد ان وصفحة على الفيسبوك، وموجودين الحمد لله في كل مكان. طبعا سيتم اضافة جميع وسائل التواصل اسفل الشاشة مع ايضا اللوكيشن اللي احنا فيه حاليا. متشكرك مرة اخرى على ظهورك معنا. الى هنا اعزائي المشاهدين، ننهي حلقتنا الأسبوعية مع ضيفنا المميز. تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC العربية. دمتم بخير وفي أمان الله.